بسم الله بدينه عن النبي صلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يعطيكم القبول ومحبة الرسول. نبدأ كالعادة بالدعاء إلى إخوتنا في فلسطين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والقهر، اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم. اللهم اجعل أهل غزة العزة والنصر والغلبة والهيبة يا رب العالمين. الله يحفظهم يا رب، وينصرهم ويجبر بخاطرهم، ويرزقهم من واسع فضله، ويرحم موتاهم الشهداء بإذن الله، وشفعاء لهم في الآخرة بإذن الله الواحد الأحد. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم نرجع كالعادة بعد ما تفرجنا في الأخبار، شفنا الألام اللي قاعدين نشوفه هو العذاب وما صار ويسير ولم ينقطع أمام تأييد الغرب وخذلان العرب، ونحن الشعوب ما لا حول ولا قوة إلا بالدعاء، ما ننساهمش في الدعاء وكهو. إن شاء الله ربي يتقبل منا بإذن الله الواحد الأحد، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل، ما نتأسفوش برشا وما نحزنوش برشا على خاطر في عهد الرسول وقت كان حرب الرسول، كان يحارب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان وقت تأذى فيها الرسول، كان تكسرت سنته عليه الصلاة والسلام وطاح في حفرة، معناها نغر عليه ربي، وكان حب ربي يمعسهم معسين بنفس متاعه بركة أو بيد وبعث لهم جنود من الجنود متاعه، كان ينجم يعملها، لكن يمهل ولا يهمل. كل شيء رهب بحكمة من الله سبحانه وتعالى، والأخوة وأخوتنا في غزة والعذاب والموت والدمار والجوع والمصائب اللي قاعدين يهبطوا فيها، الله يهلكهم اليهود وأصحاب اليهود وما تبعهم الكل، يعني حاجة ينغر عليها ربي أكيد أحسن من نحن ربي نغار على عبد عباده، لكن يمهل ولا يهمل إن شاء الله، وهذا في مصلحة المسلمين الكل إن شاء الله، شرف لنا أحنا ما يفعله أخواننا في فلسطين. نرجع اليوم لموضوعنا. اليوم سمعت نور جايتني، وأنا أول حاجة اليوم في أول نهار في دار سمية، كنت في دار موني، كانت ليه ما صورتش سامحوني، توحشكم برشا برشا برشا، لكن الله غالب، كانت ليه موني ونعاون فيها حتى على الأقل نشد لها أولاد وكل ما نجمش وحس واحد، المهم ربي يقضي الحوايج إن شاء الله. تو تجيكم، تو نرجع للمرجيل دار موني ونعمل لكم فيديو به ان شاء الله. حسيلو اليوم في دار سمية عندنا راس بروك لشينهم المرة اللي فاتت، قلت خلنا عن مرقد بروك، انا شاهيتها ونور تحبها ومونجي يحبها، لكن مونجي قصد ربي يسافر لتونس ان شاء الله كي يرجع نعملها له. المهم وسمية زادت تحبها، موني كلمتها قالت لي ماما نخدم ومشغوله ما تنجمش تجي تفطر لان بعيده دار سمية. المهم انا كي شفتوني خديت راس بروك وحطيت الماء فيه شويه ملح وحطيتهم يتسمطوا، حطيت معاهم كعبات بطاطا بقشرتهم باش نحاشي باش نعملهم بعد حاشي بهم بعد ان شاء الله، يتصمتوا مع البروكلو باهي. هنا نقشر في كعبات بطاطا على خاطر علاش، خاطر باش عما كيما شفتوا حطيت شويه دجاج وحطيت شويه بصل وشويه ثوم وزيت، وقاعده نقلي فيهم باش الدجاج يتنحى منه الشيوطيه حتى من بعد ما يبدا يبياض الدجاج نجم نعمل لفاح، وقت نحط لفاح عندي هنا كعبتين طماطم غسلتهم وباش نقصهم باش نرميهم هما قبل المعجونه، قبل ما الطماطم معجون نجم نرحيهم، ما قلت كعبتين هما اصلا باش يترميو مع الدجاج باش يذوبوا ذوابه ما يبقاوش معناها كعب مصحصحين باش حسيلو. وكل عاده اي حاجه نعمل فوق منها نمسح طاوله العمل باش الرخامه تقعد ديما نظيفه وما تشياتش. هنا عندي ما نعمل مزلت باش نقص، عندي شويه معدنوس نحب نقص شويه معدنوس وشويه بصل، لانه بما انه صمت كعبات بطاطا قلت باش نحاشتي بهم باش نعمل بهم حاجه لازم نقص لهم شويه معدنوس. المعدنوس حاشتي بشويه، طبعا مرقه البروكل وقت اللي تحضر نعطفك الرشه ديك لازم منها الاخرانيه في الصحن ولا في الطاجر كيما تحب. حسيلو هنا عندي شويه كزبره باش كنت باش ناخذ بطلت، وبعديك بعد ما حطيتها مشيت رجعت وخذيت شويه هذيك باش نرميها مع الدجاج وهو يتقلى، كزبره خضرة تعرفوها الناس الكل. غسلتهم ورميتهم مع الطنجره هكاك، هما ديجا عروش صغار معناها ماهمش كبار.
تعرفوا الكزبرة يسر بنين في كل شيء، خاصة تحطه في الملوخية الخضراء ولا الشرقية ذيك اللبنانية المصرية السعودية. المهم كلهم يطيبوا الخضرة، احنا الوحيدين تقريبا ان نطيبوا الملوخية، وتقريبا ليبيا والجزائر مش عارفة، ما نعرفش شكون يطيب، وتقريبا ليبيا زاد المغرب. إذا كان تسمعوني يقول شكون اللي عنده ملوخية ناشفة كيفنا احنا اللي نطيبوها. هنا خذيت شوية بصل بركة وقصيت شوية معدنوس هذوكما باش نصب عليهم طماط الماء ونخليهم يتسيب، إذا كان فما تراب ولا حاجة حتى لنجي وقتهم طوى نستعملهم. وكل عادة نرجع البصل لمكانه وننظف ونرجع اللوحة ذيك التابلو متاع نقص عليها الخضرة، نرجعها في بلاصتها بعد ما نمسحها. وطوى باش نمشي طبعا نفوح نجبد الفاح متاعنا، هذيك تعرف شنو عملته، هذيك برو بودر مخلينه سائل ونخلطوه بالماء خاطر قوي برشا للمسحان ولكل شيء، للقاعة وللكونتوار وللرخامة وللتواليت وكل شيء، ناخذه ونخلطوه بالماء ونبدأ نرشو للرخامة نرشو به ونمسحو بالدين. لهنا عنا الطماطم معجونة، طبعا عنا حتى كعبتين قصيتهم وحطيتهم، وحطيت شوية طماطم تقريبا مغرفة ونص بركة. وهنا حجبت الفلفل زينة، وطبعا الثوم المطحون لازم منه، تابلو كروية والزعتر والكلين باش نحط مغرفة صغيرة كل شيء على خاطر الفلفل الزينة حارة، والاخرين شوي شوي نحطه لان بطبيعتها يكفي، لانه طنجره مش كبيره باش نعملها، راس خليت منه كما شفتوا باش كي نعملوا في الخضره في الكوشه ولا مرقه خضره حاجه نلقى شويه بروكلو قاعد على المناعه لانه كبير علينا. انا نور ومونجي برك، انا نور قلبي في مونجي، شفت يا مونجي نتفكر فيك، لان محمد رسول الله قلبي في انا ونور وسميه مرقت بعد ما نفوحها ونحنا زادة ما ننساوش الملح. حطيت البابريكا زادة خاطر دي منحط بابريكا باش تحمر لي، ونقليهم منقص على الاخر في الغاز وباش نخليها تتقلى على راحتها. ونحكي وحنا شوية، المرة فاتت الموضوع البنات اللي حكينا فيه ثم ناس يعانيوا في المشكلة وردوا عليه في وقتها وقالوا لي احنا لحد هالساعة يمكن اللي ردت عليه في عمري انا، قلت لي لحد هذه الساعة يتعاني في نفس المعاناة متاع الخيانة وقاعدة مع رجلها. وفما يقولك لازم تتحمل باش تاخو أجرك عند ربي، وفما يقولك لا سماحة مع الخيانة، لا سماح ولا رباح مع الخيانة. شفتوا هذاك علشان اعطيت عدة آراء، لأنه فما ناس ضد وفما ناس مش معاه، لكن تتحمل على خاطر يقول لك هكا الولاد باش ما يتيتموش والطفلة تترمي ويجي رجل مرت أم مرت بوها مرت أمها مرت بوها شنو باش يعمل، شنو باش تعمل فيها أكيد. فهذا كله طبعا نفسيا باش يرجع للولاد وما ينجحوش في قرايتهم، وتكون نفسيا معناها حتى تتزوج هي تتعب في حياتها مع زوجها، فهمتوا على هذيك معناها في ساعات تختار المرأة تخزر لها كيك بالنظرة هذيك تولي ما تطلقش. ليلة محمد رسول الله هو اللي باش ينجم يتفنفصل، واكيد قويين ما شاء الله، نساء قوية قوية، نساء تحب تقوى وتاخذ موقف ما ينجم حتى واحد يتراجع، خاصة انه كان هي تخدم و يعني شادة روحها ما تستحقش للراجل ولا البوها ولا الخوها ولا حتى حد. هنا حمزات ما غليتش البروك مزيت سمط، هنا هكا شفتوا المرقه محلاه اكيد تاكدوا كيك اللي هي بنين، شوفوا اللون نتاعها والخثره والتبقبيقه نتاعها ما فيهاش برشا ماء، لكن مش معناها مش باش نزيد الماء، من بعد باش نزيد الماء ونخليها تطيب على روحها، نغطيها تو مزيت تطيب الدجاج فك المرقه هذيك باش تجي فاوحه. وهذيك الطماطم نحطها على جنب طبعا مش باش نحطها، ما حطيتهاش في المغرفه باش كنخلط ما ترجعليش للطنجره، بالرغم رخامك شفتوني ديما ننظف وديما يعني اللي تيح لازم واحد ينظفها، المعون يتيح زاد الواحد ينظفه. كيما توا انا توا عندي شويه معون باش نغسلو و باش كي العشيه ما يتلمش السمي، بالرغم راي هي تمشي وتاكد عليه كيما قلت لك المره اللي فاتت، كيما الكل كيما ساعات تقولوا لي علاش تعفي روحك مادام هي ما عندها ماكينه نتاع غسلين معون، انا غالب نقول خليني نغسلهم شويه باش يقعدوا يستنوا وحتى العشيه يتيح الصابون المعون الاخر، نولي نحي الغساله ونحطه في الغساله. اليوم لا، اليوم غسلتهم الكل في اللافابو ومن بعديك شللتهم
وهذيك الطابلية اللي نحطوا عليها شريناها وأنا ناوية منها الحق باش نشري منها نهبط منها لتونس باش نهبط إن شاء الله. كانت فكرت وكان لقيتها خطر ساعتي نقطعوا وينرز ذاك اللي احنا ناخذه من عنده في الحاجات ساعات يجيبوا يجيبوه وتتقطع. شفتوني البنات احنا نحطوا الماكلة في الساشي هذايا اللي شفتوه خاصة ذاك نشروه متاع ماكلة عظم فارينة كاغت كاغت مش اللي متاع زبلة كاغت اللي تمسح بيه ذاك متاع ورق اللي تنشف به الزيت ساعات على الكعبة بريكا فهمت. هذاك نحطه ديما نحطه وحده ما نحطوش مع الزبلة. هذاك علاش حبيت ملاحظة صغيرة تقول شنو الساشي هذاك حسيله. قلت لك انا كان بربي ولقيتها بقدرة ربي باش نطيح باش نشري كعبة نهبط منها لتونس كعبة لينا وكعبة ان شاء الله كان نجمت كعب معناها نساء خواتي منهم نجيبها اختي واذا ما نجمتش نهبط كان نجيبها برك حسب الوزن ان شاء الله. وكان لقيتهم زاد كما قلت خاطر هما بصراحة باهين برشا ان شاء الله حسيله. نظفتها وكل شيء وتو باش نغسل المعون اللي موجود غاديكا نظيفه والكل فناجر نتاع كيسان نتاع قهوه وكيسان نتاع ماء وطول الحال اللي حركت بهم توا معناه والطنجره قاعده تطيب على روحها وكل مره نعمل عليها طله حسيلو. اذا كان البنات اذا كان عندكم موضوع ولا حاجه انا ما يهمنيش راهو انا شنو رايكم خاطر ثم برشا موضوع خاصه موضوع الاطفال كيفاش يتربيو في الخارج او موضوع اللي يصير ما بين انقطاع صلة الرحم ما بين الأخوة انقطاع صلة الرحم ما بين الأحماء الكنة كي تروح لدار حماتها تقطع صلة الرحم على ولدها يعني اللي عيدوا بالله تحرش وتنكد عليه تنكد عليه حتى هو يكون يحب أمه يفد يولي يخرج من غاديك ويهزه باش هو يرتح روحه. فما قويين فما رجال مش كي تعمل مرته اش تعمل ما يخرجش ويجيبها للثنين خاطر هو لا يلزم يحايل مع مرته ولا يلزم حائل مع أمه. الأم هي فوق روسنا هذا الكلام نقوله حتى للكنة يلزم تكون باهي مع أمها وباهي مع حماتها على خاطر حماتها هي اللي جابت لها كالراجل متزوجته هي واللي جايبه من الصغار واللي يخدم عليها واللي يحبها واللي معاشرها واللي يقول لها في كلام الطيب هي اللي أحسن التربيته واللي ذا على الأقل أقل حاجة باش تعملها تحسن لأمه قد ما يحسن هو ليها هي تحسن لأمه وحماتها وحموها زيدة مش حماتها برك حتى حموها يستحق الرحمة. أي نعرف الحمو ديما بعيد وديما يخرج للقهوة يمشي مع أصحابه الحماية مسكينة ما عندها وان تمشي تبدأ قدامها فما حماية عاقلة على الأخر نعرف منهم مجموعة وتطلع بها والعياذ بالله كنا لفع حاشيكم تعمل فيها تعرف تشرد شعفه ما تحبش تحرشي ولدها ولدها ما يفيقش وتقعد متعذبة ذيكا كيكا حتى اللي يكبوا ولادها وحفادها وحتى اللي كان سمع ولدها تلطف تقولوا مثال شو كذا. فلذا نقول للكنة اتق الله في حماتك اتق الله في حموك اتق الله في لوزاتك. انا نعرف برشا زاد حماوية كنكنين لوزاتهم عاملين فيهم على خاطر ينغروا منهم والام تجي مع بناتها زاد راهو فما منا وفما منا ولذا انت يقعد في الوسط. نتكلم طول موجه كلامي للكنة كان حماتك باهية عمل معاها الباهي وأكثر منها وأحسن لها وإذا كان هي خايبة زادة أحسن لها وبعد عليها أحسن لها. شنو معنى هي أحسن لها؟ هز لها الماكلة هز لها أمسح لها إذا كان ما عندهاش بنات إذا كان بناتها يخدموا ما فيها باش تقضي لها تغسل لها صابونة مع صابونك سلفات اسمه لوزاتك إذا كان هو مش باهين ونغارين أبعد عليهم هذوكم ما حتى واحد من نجم يحاسبك عليهم لكن أنت زادة ما تعاركهمش أبعد عليهم باش ما تعملش معاهم مشاكل. أنا نحضر في مكلتي كالعادة صمت كعتين وشفت مخر برشا اليوم فطرت معناها ركبت فطوري هنا كالعادة القلوب الخضراء اسمه هذاك الشيا ليلة محمد رسول الله الزعتر مش الزعتر شنو جايبني الزعتر يا ولادي الكتان والمأرقلة اللي هي جرجير هذاك فطوري اليوم وهزيت معاه الماء وهنا صفيت كما شفتوني البروكلو
باش نخليه يتسقطر معاه البطاطا اللي سمطتها. بعد نرجع لها قلت عندي طحلي شويه معون، وليت نحيت اللي غسلته قبيله وخليتها فاضيه باش كان تحت. تعرف انتم قد ما تبدا في الكوجينه المعون ما حاطه مخليه انا شويه جره هذيك، ما حبيش نطيشه، قلت خفي كسرونه حتى لين قلت خلي لين الريق الامور ان شاء الله باذن الله. هنا باش نقلي نبدا البروكلو، حطيت زيت مسحتها من الماء الوحده الطنجر هذه القلايه جبتها كبر منها لقيتها كبيره برشا، قلت هذه تكفيني لان محمد رسول الله. وما نقول لكم شيء، انا ثم شباك الكوجينه طويله عليا عالي برشا، ما نجمش نطلع في كرسي ونخاف نطلع في كرسي، وليت حليت كما شفتوا الباب باش نتنفس شوي وتتنفس الدار شوي باش نجم نستعد وندخل للكوجينه باش نقلي، خاطر تو تعرف القليان باش تسخن اكثر. وما نخليش على فكره راهو الباب ما نخليش دي محلو، نخليه شويه محلو نقعد مقابلته وبعد نسكره، ما نجمش نخاف نحلو ونخليه محلو، ما فماش تسكر له ما فماش امان، ما تعرف حد دي كان يجيك واحد ولا يعني حتى ما يجيكش، ما سبحان الله سكر سكر وانا مرتاحه ومخي مرتاح. حسيلو انا حطيت كعتين عظم وشويه ملح وحطيت شويه فرينه باش نبدا نقلي. سخنت حطيت المقله وحطيت شويه زيت فيها ما كثرتش زيت، وطبعا باش نركض شويه تاك العظم وباش نبدا نقلي عاد، وحطيت كل شيء بحذاه باش يبدا اسهل لي كهو. وهكا كيما تشوفوا نغطس في العظم قبل ومن بعد نحط في الفرينه. في العظم نستعمل فرقيتا، تنجم للزوز راهو تعمل زوز فرقيتا هنا وزوز فرقيتا هنا باش صوابعك ما تمسش، لكن انا استخسرتهم عملت واحده بركه خاطر شايطه للعظم، والفرينه عملتها شايحه نغطس فيها يدي، ورغم ذلك مسخت يدي على خاطر يعني تعرفوا بلل يعني بلل العظم. المهم هكا هو قبل ساعات كنت نحط طريقتك اللي تحط فرينه وتحط عليهم العظم وشويه ما تحلهم مع بعض باش المرأة صحن واحد، ليه لقيتها تتقرمش هكا خيره، يعني كي تعمل انت العظم وحدها وبعديك تحط فرينه وحدها تجيك كعبه البروكلو تتقرمش، كعبه البروكلو ما احلاها. وين نحبهم شايحين الحقيقه ما نكذبش عليكم، فهمت نحب الكعبه ما نرميهاش كلها، نقصد وقت نطيب مرقتي ما نحطهمش الكل، نحط كعبات باش المرقه زاده ما تشربش، تعرف ان هو كل بطاطا يشرب واكثر من البطاطا كي تحطه في المرقه يشرب لك المرقه الكل اذا كان ما تقراش حسابك. ولذا انا ما حطيتش مانيش باش نحط برشا، نحط حكيت ثلاث اربع كعبات اربع كعبات ماكسيموم، وبعد هكا قاعدين كي نبدا حاجتي نجي نسخن نرميهم ونسخن وقتها نتاع عشينا ولا نتاع غدوه كانت بقالي نترك، ما حطيتش برشا كيما شفتوني. مالو ان شاء الله يعجبكم اللي قاعدين يتفرجوا فيه لحد الان، يعطيكم الصحه قاعدين تتفرجوا فيديو كامل. انا راها خاطر من اليوتيوب هو اللي يقول لي هنا جبت المسوخه ما توا عاد جاي اكل معدنوس والبطاطا ورفستهم وكعبتين عظم، وباش نحط عليهم شويه جبن زاده ونرفسهم بالبدا وباش نعمل بهم كعبه بريك. شريتهم سميه محلاها البريك كي يجي للبقلاوه ويجي كل شيء رهيفه تهبل، عجبتني عجبتني معني حاجه باهيه برشا. حسيلو انا هنا ما نسيتش زاد الملح ما كثرتش برشا باش واحد ما تجيش المالحه، ما عنديش كبار لا محاله وما عنديش زيتون باش نقصه. المهم انا حطيت شويه زيت ما كثرتش برشا، هذه هي الورقه اللي قلت لكم عليها تتنحى وحدها، تعرف تتحل وحدها وتتوي سهل وكبيره، حتى القلايه في بالي تجي واسعه في القلايه باش نحط زوز تبارك الله عملتها كعبه جات واحده برك، ما تنجمش تحط كعبتين مع بعضهم. حسيلو تويتهم انا تعمل باش نعمل ثلاثه كعبات بركه، وبعد نشوفوا اذا كان بقادنا منهم الحشوه نشوفوا قديش حاسيلو. ليلى محمد رسول قلت لكم اللي يتفرجوا فيه لحد الان يعطيكم الصحه، نبوسكم كل اليدين نبوسكم كل الراس، تحبوني برشا وربي يخليكم لي، ربي ان شاء الله يفرح قلوبكم ويفرحكم بوليداتكم وينجحكم وينجح وليداتكم وينجحهم ان شاء الله ويجعلهم يوصلوا في اعلى المراتب ويبعد عليهم كل شر، اللهم بعد عليهم كل شر يا رب العالمين، وليداتكم الكل كبار وصغار اللي في الجامعه واللي في الابتدائي واللي في الثانوي واللي في الباك واللي هذايا الطن تاع تونس، لكن شارينه من محل عربي اكل ديما نشريه من عندي سيدي داود نموت عليه هنا، طن تونس ما لا يعلى عليه، طن تونس ساعات نجيب لكن عرفت هنا يبيعوا فيه وليت ما عادش نجيب.
قاعدة عندها قديش شهر كيكة، معناها قاعد لبس عليه مجبن تعرف، نقصوا من الزيت نتاعو نطيشوه ونخليوها كيكة فيه شوية كهو. حسيوا هنا أنا نسيت كعبتي الأولانية تو ناخذها أنا خاطر بلاش طن، الثانية متاع سمية متاع نور تو نزيدها الطن مش مشكل. وندمت كي ما عملتلهمش كي طلعت كبيرة ما عملتلهمش، خاطر سمية ونور يحبوا ولادي الكل يحبوا كعبة العظم صايمة في كعبة البريكة. يلا مش مشكل المرة الجاية، هاو مازلت كي خذيت منهم كان 4 كعبات أنا اليوم. حسيلو يعطيكم الصحة، قلت لك ما اليوتيوب شي يقول لي اليوتيوب يكتب لي يقول من العلامات اللي فيها يبين ان انتم تتفرجوا بالكامل، خاطر قبل ساعات مش قبل ساعات المده الاخرانيه بركه ساعات تجيني علامه كحله يقول لي معناه بالدليل انه يسرعوا الفيديو ما يتفرجوش زاد في فك الاعلان. تعرفوا الاعلان كيجي هذاك المدخول نتاعنا احنا اليوتيوبر، حتى حاجه بسيطه فرنك مع فرنكي يتلموا والله العظيم والله العظيم لهم حاجه كبيره، لكن احنا نعملوا بها يعني نصدقوا منها. ساعات ندعبات تستنين على طريفك اللي تدخل باليوتيوب عا واحد نقول له راس الشرطه باش نعطيك ما، وانا نستنى فك الكعبه ديك هذيك عندكم منها انتوما اجر كبير الحمد لله، وساعات لي انا وساعات كل مره كيفاش. المهم يعني ربي يبارك لكم ان شاء الله. اليوم دورتها الكعبات الكعبه الاخرانيه دورتها كالسمسه، كنا كل كعبه البريه كل كعبه السمسه دي تلهوتها تحط في الوسط تبدا ماشي وجاي ماشي وجاي تجي كعبه مثلثه بالضبط سهله برشا. هذه من الصمصه ما نخدمها ما تجي سهله برشا. حسيلو كملت على ذيك قلت لك جبتها كملت كعبه عملتها وكملت نقلي فيهم توا. ربي يخليكم ليا وشنو تحبوا المواضيع الله غالب انا ساعتها انتم برشا يلوموني خاطر من بناتي ما يظهروش برشا، حتى كي يظهروا بوجوههم بصواتهم برك يسلموا عليكم ما نجمش. انا كنت في درموني توا غاديكا وخوسه وبرشا قضيه وهي تحك في الدار وكل شيء وهي وسميه تعاون فيها اختها وكل وجات نور وحبيت انا نصوركم اكيد باش يعمل لي برشا فيو الحقيقه برشا فيو لو كان صورت احنا نقد تحك عامله عامله هكا نقذه كبيره كيما نقولوا احنا في تونس الدار تسيق فيها مو تعرف مره بعد قديش لازم واحد ينقذ دار وجين حاسيلو وجات خوتها عاونوها فيها. حبيت نصور قلت لهم يا لطيف يا بنات والله بداو يضحكوا عليا يا لطيف يا بنات كان صورت راهو فيديوي اليوم اخزم ما عنديش حتى فيديو اليوم وغدو ما عنديش حتى فيديو لو كان اعطيتوني فيديو خليتوني صورت سمحتوا لي لو صورت. قلت لهم راني عجبت راني عملت برشا فيو ماما بليز ماما بليز ليه قالت لي كيفاش نبدا نسيق ونطبس ونحك ونعمل وقالت لي ونعري في يدي وتشمر على سروالها والكل قالت لي ليه ما نحبش ماما لو تبدا الناس تتفرج فينا واحنا علاش شنو اللي عجبنا لهم جديد. قالت لي الناس كل تعرف تسيق الناس كل تعمل. قلت لها هم يحبوا يتفرجوا فينا كيكه يحبوا الروتين نتاعك باش هما يتشجعوا. هلا غالب ما نجمتش نغلبها. قالت لي ماما ليها قالت لي جمعه داخل انا البنات شاهين ملوخي وانا جبتها من تونس قالت لي تو خليك ماما تعمل يعني يعطيها الصحه يعني مزيه باش تخليني نطيب ملوخيه في كوجينتها خاطر هي تكره الريحه ما تحبهاش في قالت لي خاطر البرتمال اللي ساكنه فيه موني ريحه قويه برشا وقت اللي تعرفوا انتم الملوخيه وقت اللي انا نقليها ونصب عليها الماء وتطلع الملوخيه تبقبق العالم الكل يشم. قالت لي ماما يطلع للجيران الفوق قالت لي نحشم هما ما يعرفوش الريحه يقول لك شنو هذي شنو هذي شنو هذي. حسي وهني ختمتها انا تو بشويه بخور بكرك الريحه نتاع القليان يتنحى سخانه تتنحى ونبخر ونحوت على حويتاتي انتوما الكلكم ذكوره وناثي وليداتكم ونحبكم برشا وربي ان شاء الله يجعلوا في ميزان حسناتكم. هذا فيديو اليوم ما تنساوش من لايك ما تنساوش من سبسكرايب الناس اللي دخلت على كرشه مع دنوس ومانيش باش نحط في صحن خاطر مش وقت فطورو. انا طيبت بكري باش كي ترى تجي نور وتجي سميه ما 3:30 نحطه في طيرنا. هذا هو حبيت نحضر كل شيء ونقولكم بسلامه وفي امان الله ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.